مسلسل السرايا عمل ضخم، رينا التريلر متاعو امس واللي باش يتعرض على قناة ليبيا، مسلسل من نوع الجو التركي اللي تعودنا به في حريم السلطان، وظهر مخدوم برشا قوة في الديكور والإضاءة والأفكار. رينا مشاركات تونسية لنجوم التوانسة في البطولة المسلسل هذية، منهم الفنان النجم التونسي جمال المدني اللي توا باش ناخذوا معاه وقيت من موقع التصوير تقريبا، باش ناخذوا من غاديكا ديريكتومون وناخذوا فكرة على المسلسل هذا، مسلسل السرايا. سي جمال المداني مرحبا بك على موجات ديوان اف ام. عايشك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان اف ام. شنو احوالك سيدي؟ وشنو احوال الصحه؟ وشنو احوال التصوير وكواليس التصوير؟ لاباس. ما السرايا راهو كمل عنده شهرين التصوير نتاعو. ديجا انا عطوني الانفورماسيون اللي احنا تو نكلموا فيك من موقع التصوير. ولا فما تصوير مسلسل اخر؟ اي مشاركه في شريط تونسي، شريط سينمائي تونسي. مش فما برشا جديد باش نحكيو عليه دونك اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. كنا رينا التريلر نتاع المسلسل الليبي سرايا، كان تعطينا فكره على المسلسل، الفكره العامه قداش من الحلقه، شنو هو باش يتناول بالضبط من الفتره العثمانيه سي جمال؟ اي هو يحكي على الفتره العثمانيه في طرابلس، معناتها الفتره القرن بين القرن 16 والقرن 17. المشاركة ما هيش بطولة احنا توانسة الحق، معناتها خلينا البطولة المطلقة هي الليبيين، ممثلين ليبيين وممثلات ليبيات، لكن احنا عندنا مشاركة خاصة انا وجمال ساسي وإباء حملي، الى جانب حمدي حدا، برشا ممثلين توانسة اخرين، عندنا ادوار مهمة اما ما هيش ادوار بطولة، فهمت؟ والمسلسل هذايا 10 حلقات فيه، وبالحق معناتها كما كنت تحكي تخدم بامكانيات معناتها كبيرة، ولكن الامكانيات هذيك كلها امكانيات تونسية، الاموال هي ليبية والمخرج ليبي، ولكن كل الفريق التقني هو فريق تونسي، من الإضاءة من الكاميرا من الديكور كلهم معناتها توانسة. وين تصور، في ليبيا ولا في تونس؟ تصور في ليبيا ولا في تونس؟ لا كله في تونس تصور. كل في تونس. دونك كله في تونس. كان نجم نعرف دورك شنو هو، هكا نبربش شوية على دورك. والله دوري هو يحكي على الطائفة اليهودية اللي كانت تعيش في ليبيا وعلاقتها معناتها بالسرايا بالقصر. الطائفة اليهودية الليبية في تلك الحقبة، نعرفوا احنا اليهود كانوا يعيشوا بين تونس وبين طرابلس وجربة، موجودين معناتها في العالم العربي الكل. ويحكيوا معناتها علاقة اليهود بالقصر بالسلطان اثناء معناتها عملية انقلاب كانت مش تصير عليه. هذا هو معناتها الموضوع اجمالا. موضوع كبير ويحكي على حقبه تاريخيه كبيره برشا. الحاجه اللي تفرحني في حديثك انه الفريق التقني والممثلين فيهم جانب كبير من التوانسه، لكن هذا يهزني للحديث، اسكو باش يتم بث المسلسل هذا في قناه تونسيه ولا لا؟ ما هوش في قناه تونسيه، باش يتم عرضه كان في قناه ليبيا. شنو هي القناه سي جمال؟ والله ما زلت انا ما نعرفش شنو هي القناه، ولكن قناه ليبيا ماهيش تونسيه. باهرين تصور زاد تقول اللي انت باش تشارك في بطوله مسلسل حبل ملوك التونسي الجزائري، كان تحكي لنا زاد على المشاركه هذايا. اي كالعاده راهي مش بطوله زاد، هي مشاركه خاصه ايضا مع صديقي نصر الدين سيلي في الاخراج، ومجموعه كبيره من ممثلين تونس وممثلين جزائريين ايضا، باش تعرض في قناه حنبال وقناه النهار الجزائرية. في مجموعة كبيرة من ممثلين تونس، ناخذوا نقولوا منى نور الدين، فتحي سلماني، شادي العفاوي، نجوى ميلاد، جمال مداني وغيرهم، شادي العفاوي، مريم بن مامي، اي اسامي كبيرة معناتها تونسية. دراما اجتماعية ان شاء الله باش تكون موجودة في رمضان، وان شاء الله تكون في معناتها عند حسن ظن كل الجماهير. ان شاء الله. انا فقط حبيت نعرف الفارق بين التجربه الليبيه والجزائريه والتونسيه، وين جمال مداني لقى راحته اكثر صراحه؟ هي بكلها دراما، هي بكلها دراما وكلها معناتها نجتهدوا فيها ونحاولوا باش نكونوا في المستوى. الى جانب هذا زاد ايضا عن كان يا ما كانش الجزء الثاني سنا زاد موجود في القناه الوطنيه، وبعد النجاح نتاع الجزء الاول الجزء الثاني باش يكون انجح من الجزء الاول اعتقد. في مجموعة كبيرة من الممثلين التوانسة،
ما نجموش نسميه خاطر كان باش نسمي يحب لي نسميه الناس الكل نقعدوا ربع ساعه واحنا نسميه. اي هو الحديث معاك يهزني الموضوع يمكن مهم شويه خاصه قبل رمضان اللي لاحظنا انه الانتاجات التونسيه قليله. شفنا برشا الممثلين اللي قاعدين ماشيين الانتاجات المغاربيه. كيفاش تشوف الوضعيه؟ اسكو اليوم تونس قاعده تعيش في صعوبه كبيره برشا في الـ في الـ في الانتاج المسلسلات والانتاج الدرامي؟ بطبيعة الحال معناتها رغم انه قنوات كثرت القنوات التونسيه لكن نلقاو كان يفلي ثلاثه قنوات انشد اثناء اعمال دراميه، بقيه القنوات الكل معناتها ممكن باش تعتمد على اشياء قديمه ولا تعتمد باش يشريو من 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 الخارج معناتها مسلسلات اخرى سواء تركيه او مصريه او سوريه عربيه اخرى. مأسوفا علينا معناتها نشريو من برا وما نجموش ننجو لهنا. مانيش فاهم خاطر عاده نعرفوا انه الانتاج الدرامي التونسي هو اللي قاعد يجيب في اموال كبيره برشا برشا القنوات التلفزيه ولكن سوء تصرف، اعتقد سوء تصرف الامكانيات معناتها الامكانيات نتاع الفنانين في تونس هي اللي تخلي القنوات هذه تعدل معناتها الانتاج، لان حتى التوانسه بيضا ما عادش عندهم ثقه في القنوات التونسيه باش يخدم مسلسل. نعرفوا انه عده مسلسلات الى يوم الناس هذا الممثلين فيها اللي شاركوا فيها والتقنيين والمنتجين ما خلصوش الى يوم الناس هذا. هو غريبه معناتها. هو فما راي يقول لك انه زاد المنتجين التوانسه تقريبا ما عادش يقدروا الفنان التونسي، ولاو يعملوا برشا على الانستغراموز على الناس اللي جايه من الديجيتال. بار كونتر الممثلين نتاعنا التوانسه اللي قاعدين يتميزوا في كيما نشوفوا في مصر كيما نشوف في ليبيا توا تبارك الله كيما في الجزائر، معناتها اسكو متوافق الراي هذا ولا ليه؟ لا ماهمش متواجدين برشا ماهمش ديما معناتها اذا كان منتج ولا ترجم تلابس تحب تنجح عمل درامي فعادة تعتمد على الممثلين المحترفين. ما نجموش نقولوا فتحي الهداوي انستغرامر ولا وجيه الجندوبي ولا ميلي ولا شيء. لكن المنتجين التونسة بعدوكم شوية على الساحة. الركيزة الأساسية للدراما التونسية الممثلين، ولكن بعض الوجوه اللي تدخل كل كسوا يدخل من انستغرامر ولا انستغرامرز مش مهم معناتها، المهم أنه هو يكون ممثل جيد ولا تكون ممثلة جيدة، هذا المهم معناتها. ما عنديش مشكلة أنا يدخلوا الميدان هذايا هو مفتوح مثلا في مشاركة أولى، ولكن ما تنجمش تولي ممثل محترف إلا ما معناتها تقوم بتربصات تعمل مسرح تتعلم التمثيل، حتى تنجم تعمل دور من الأول يواتيك برشا ولكن ومن بعد ما تنجمش تواصل. وهكا شفنا معناتها برشا اللي خدموا ومن بعد اختفوا من الساحة، معناتها يخدموا مرة ولا اثنين ثم بعد ما اشتقاهم، لان يعني ما ينجموش ينوعوا في ادوارهم، ما ينجموش يتطوروا، ما ينجموش ما مش بالحق معناتها محترفين في هالمهنه هذه. واضح دونك المشهد ديما نقول ان المشهد الانتاج الدرامي في تونس قاعد يمر بصعوبات مالوغوزمون. حابين ان الممثلين يكونوا في مسلسل واثنين وثلاثه تونسيه انتاجات تونسيه، لكن على غالب هذاك اللي يفرض علينا السوق صغيره والممثلين برشا في تونس. معناتها بالحظ ضربت حظ انه سنة معناتها نكون موجود انا في زوز اعمال تونسيه الى جانب عمل ليبي، معناتها خاطر ما هياش مضمونه نجم نقعد بعد ثلاثه واربع سنين مانيش موجود معناتها. فلهذا احنا ديما موجودين في المسرح، وبالمناسبه نحن توا في شهر المسرح شهر مارس اي وجايين بحداكم غادي لصفاقس. احنا اعطينا لي دات مسرحيه ليله معومه اللي هي بطوله كرام عزوز و محمد علي المداني ولبنى نعمان، باش يكونوا موجودين في تظاهرة 1/2/3 اند 3 في مركز الفن الدرامي بصفاقس. اي تري بيان دونك لو 26 هكا الرونديفو نهار 26 مارس. نهار 26 مارس تري بيان. انت كنت دوما شوفوا المسرح اي حتى المسرح راهو فن مهم برشا وفن طريف برشا والمسرحيه موضوعها معناها يحكي على تقول انت معاناه الفنان التونسي الملتزم. انت كنت تحكي لي على الانستغرامر فرناه معناتها الموضوع هذايا كيفاش معناتها الممثلين وخاصه الممثلين اللي ولاو دي كرونيكار ولا التشكوا معناتها للاعمال ولاو في الراديوات ولاو يخدموا في التلفاز كمنشطين، وذلك لغياب معناتها الانتاج معناتها مهنه الممثل
ضعيفة برشا برشا في تونس ما تنجمش تعيشه، فيحتاجوا باش يوليوا موضوعيين ولا كرونيكار ولا موجودين معناتها في الراديوات الكل موجودين في معرفة جعفر القاسمي، شبيل عفاوي، جميلة الشيحي، وجيه الزندوبي، غيرهم معناتها برشا لطفي العبدلي في العبد اللي بطبيعه الحال برشا اللي كان نسميهم من نقعدوا درجين واحنا نسميهم برشا. مالوغوزمون هو انه نعاود ديما نقول انه ما فماش انتاج، لكن انت كنت في اول مداخلتك قلت لي اللي قاعدين توا في تصوير فيلم، شنو الفيلم؟ كي تعطينا شويه هكا حيثيه عليه. هو الفيلم كان تعمل شريط قصير تونسي، والفيلم هذا مشى حتى الاوسكار معناتها، والمخرجه التونسيه تعيش في كندا، بعد نجاح الشريط القصير طورته وردته معناتها الشريط الطويل اللي هو بطوله محمد قريه وعده ممثلين تونس اخرين معناتها مش نسميهم الكل، قاعد يتصور توا في سجنان، باش يكون حاضر معناتها جاهز ممكن الخريف الجاي يكون موجود وان شاء الله نراوه في ايام قرطاج السينمائيه. شنو اسمه الفيلم؟ شنو اسمه الفيلم؟ مازال ما تعنونش. مازال داكوغ، التفاصيل نتبعوها معك اكيد وقت اللي يكون حاضر ان شاء الله. مازال في العجينه الفيلم. ان شاء الله يشوف النور بيان سور، واحنا نشجعوا ديما الانتاجات الفنيه، وهذا البلاتو موجود ليكم انتم الممثلين والكل مبدعين. سي جمال مدني نحب نشكرك برشا على المداخله هذايا وعلى تخصيص وقتك خاصه من التصوير نتاع المسلسل نتاع الفيلم. سامحني، شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق في البرمجه الرمضانيه وفي كل اعمالك وفي كل مشاركتك في كل شوا في المسلسل الليبي ولا المسلسل الجزائري ولا حتى المسلسلات التونسيه كيما كان يا ما كانش، كيما قلت انا اللي مش يكون زاد ظهورك مره اخرى معاهم في الجزء الثاني. دونك هذا تقريبا مشاركة جمال المدني في المسلسلات الرمضانية، نتابعوها لحظة بلحظة بيان سور على ديوان FM. سينو تو سويت خليكم مع كولد بلاي.